استمرار الحكومة في إصدار القرارات المجحفة بحق القطاع التجاري سبب ركودا كبيرا في استيراد البضائع والسيارات وغيرها، مما وضع الكثير من التجار والمستوردين على حافة الإفلاس. فنناشد من هذا المكان سيادة الرئيس عبد الرب منصور هادي بخصوص ارتفاع الجمركي، هناك معاناة شديدة بارتفاع الجمارك، فالجمارك هناك الحين صارت يعني عجلة كغار عاجل، والدنيا مكظوظة بالسيارات، الجمارك مليان سيارات، وعلى المنطقة الحرة مليان سيارات، والمينا مليان سيارات، حاسبين الحساب على القرار السابق، فتفاجئوا التجار والزباين بأن هناك ارتفاع غير معقول، ارتفاع غالي. التجار والمستوردون في منفذ شحن نفذوا العديد من الوقفات الاحتجاجية المطالبة بالتراجع عن تلك القرارات التي وصفها بعضهم بالرصاصة الأخيرة في قلب قطاع واسع لينضم إلى الإفلاس والبطالة. تجار ومستوردو السلع والمواد وأصحاب معارض ومكاتب التخليص والمواطنون بمنفذ شحن في محافظة المهرة حذروا من تلك القرارات التي وصفوها بغير المدروسة والتي قد تضطرهم للبحث عن موانئ أخرى لاستيراد البضائع والسيارات، وبهذا قد تخسر المحافظة كثيرا من الإيرادات. فنوجه كلمتنا لرئيس الحكومة ورئيس الوزراء ورئيس عبد الرب منصور هادي أنهم يلغوا القرار، يلغوا الرفع الجمركي على أساس يملكوا التجار بالقديم. قرار السلطة المحلية برفع رسوم التحسين إلى 15% إضافة إلى قرار الحكومة برفع الجمارك إلى 300% مثل الضربة الأخيرة التي ستقضي على القطاع التجاري في منفذ شحن الحدودي، وهو ما لا يتحمله المواطن في مثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.